وهذا هو الصحيح، أن الكلب المعلم أو الكلب من السباع الصالحة للصيد إذا صادف أكل من الصيد فلا يحل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإنك لا تدري فلعله أمسك لنفسه. وهذا هو القول الصحيح، خلافا لمن قال إن أكله له لا يضر، لأن هذا قد لا يتحرز منه، بدليل ما جاء عند أبي داود قال: أآكل وإن أكل؟ قال: وإن أكل. لكنه حديث ضعيف. فالصحيح أنه متى ما أكل الكلب أو الحيوان الذي يصلح للصيد من السباع والكلاب المعلمة فإنه لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه، بخلاف الطير. الطير لو أنه أكل منه فلا إشكال، لأن هذا صعب أن تعلم الطير عدم الأكل، بخلاف الحيوان.